أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجعله غثاء أحوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فجعله غثاء سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة دنيا وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Terima kasih undian nomor urut 29 yang telah menyelesaikan soal dengan baik. Berikutnya kami panggil undian nomor urut 30.